اللي بنضل بنقطة الجدل من فترة كمان انه انا اخر واحد برجع على سوريا، فسر لي اياها ليش قلت هاي الكلمة وش كنت بتقصد فيها؟ هلا ما بعرف اذا الواحد لازم يفسر هاي الجملة، لانه جملة كتير واضحة يعني، واصلا انا يعني بيقولوا لي العالم انه ساوت جدل وكذا، اصدقاء بيقولوا لي، بس انا حقيقة يمكن الناس بجوز ما بيعرفوا، بس انا لا انا ما بشوف يعني أنا ما بشوف قصدي الجدل والكومنتات والكذا، أنا ما بشوفهم حقيقة. أنا بيوصلوني بيبعتوا لي أصدقاء مثلا واتساب أو كذا إنه ليك هون شو قالوا، حتى بسأل أحيانا رفقاتي إنه اختصر لي شو الموضوع، يعني لأنه ما بدي أقعد شوف وتقرأ، لأنه بتغب سلبية كتير كبيرة. ببساطة الموضوع كتير بسيط، لما بتطرح فكرة إنه أنت رح ترجع آخر واحد، في إلى بعدها كان جملة إلى استكمال، لما بيرجعوا كل السوريين وبيكونوا مبسوطين ومرتاحين برجع، هذا بما معنى أنه أنا بيهمني كل السوريين مو أنا لحالي، يعني أنا يعني بيهمني أنه كل السوريين يكونوا يرجعوا هيك مع بعض، نقدر نرجع نعمل بلد مع بعض نبنيها صح، نعمل دولة حقيقية، نعمل مقومات لنكون بلد حقيقي. بس الحقيقة أنه مع الأسف دائما في تشويش لهي الأفكار، يلي هي فكرة كتير بسيطة. نهاية نحن الهدف تبعنا هو إنساني، وجودنا هون أو سواء لما بنحكي هو وجود إنساني بالمطلق.